الرحيم حبيبنا وشفيعنا وقرة نور المصطفى سيد صلى الله تعالى عليه وسلم الفاتحة. آمين. سبحانك إني كنت نجبنا له ونجيناه من الغم ذلك ننجي المؤمنين رسول الله ونعم الوكيل وطلبوا بنعمة من الله قبل لم يمسسه سوءا ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله ما شاء الله لا ما شاء الناس ما شاء الله وإن كره الناس حسبي الرازق من المرزوقين حسبي الخالق من المخلوقين حسبي الرزق من المرزوقين حسبي الله رب العالمين حسبي من هو حسبي حسبي من لم يزل حسبي من كان مذ كنت لم يزل حسبي حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت رب العرش العظيم لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش الكريم الحمد لله رب العالمين اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك وغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا سقما إلا شفيته ولا عيبا إلا سترته ولا عيبا إلا سترته ولا عيبا إلا سترته ولا رزقا إلا بسطته ولا خوفا إلا أمنته ولا سوءا إلا صرفته ولا حاجة هي لك رضا ولي بها صلاة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين اللهم إني أعوذ بك من نفس لا يشبع ومن قلب لا يخشع ومن علم لا ينفع ومن صلاة لا ترفع ومن دعاء لا يسمع اللهم إني أسألك يسر بعد العسر والفرج بعد الكرب والراحة بعد الشدة اللهم ما بنا من نعمة فمنك لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والعافية من كل بر والنجاة من النار من كل بلية والفرج بالجنة والرضوان في دار السلام وأزواج نبي محمد وآله عليه السلام اللهم منا بنعمتك فمنك لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وولنا فيمن توليت وجعلنا الخير فيمن أعطيت وعافنا شر ما قضيت لا تقضي ولا يقضى عليك ولا يذل ما وليت الحمد لله ما قضيت نستغفرك ونتوب إليك ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك كرامة إنك أنت الوهاب آمين آتنا في الدنيا حسنة آمين والآخرة حسنة آمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وأصحاب الأوفياء المنتجبين وسلم تسليما كثيرا بفضله والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين يقول الدرس يا إن شاء الله